الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طهي الأرز في المنام، إذا رأى النائم في منامه أنه يقوم بطهي الأرز والله أعلم دليل أن هناك شخصا يريد أن تهتم به في الحياة والله أعلم. رؤية طهي الأرز في المنام دليل على الخير والرزق والنجاح الذي يحصل عليه صاحب الرؤية. والله أعلم تدل رؤية تناول الأرز في المنام والله أعلم على تمتع الرأي بالصحة الجيدة، والله أعلم كما تشير الرؤية على الخير والرزق الذي يصيب الرأي. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تقوم بطبخ الملوخية والله أعلم تكون إشارة أنها ستتزوج عن قريب، وتدل الرؤية والله أعلم بالنسبة للمتزوجين على الخير والرزق والبركة. وإذا رأت الحامل في منامها الملوخية المطبوخة والله أعلم تكون إشارة أن ولادتها ستكون سهلة بإذن الله. لو كانت الملوخية قبل مرحلة الطهي والله أعلم تكون إشارة أنها ستنجب ذكر والله أعلم. تدل رؤية طهي الخبز في المنام على احتمال على أن الرأي ستتغير حياته بموقف سيحدث له عن قريب والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.